ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد، معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إن شاء الله جولة أسماك داخل سوق الأنصاري في السويس. هنتعرف مع بعض على كل الأنواع اللي موجودة دي من أسماك البحر الأحمر. تعالوا بينا نعرف السعر وكمان كل نوع وطريقة أكله. بس ما تنسوناش باللايك والشير وكمان اشتراك في القناة اللي بيتابعنا أول مرة. ويلا بينا نشوف مع بعض الأنواع اللي موجودة عند أسماك البحر الأحمر. السلام عليكم. السلام عليكم. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله. عرفنا على تشكيلة الأنواع اللي موجودة، والأهم من كل ده قلنا كل نوع وطريقة طهيه إزاي للناس اللي أول مرة تشوف الأنواع اللي بتاعت البحر الأحمر طبعا. بص، ده عندنا اسمه جحا أو أبو شرارة، ده مشوي فقط لا غير. جحا أو شرارة؟ ده مشوي، ما بيتعملش حاجة غير إن هو يبقى مشوي. ده مشوي، ده هو طريقته مشوي فقط لا غير. بيتراوح سعره من كام لكام؟ يعني من 160 ل 150 170 على حسب حجمه، حسب اليوم برضه. تمام. عليه اقبال السمك ده جامد، في زبون عليه اقبال جامد. في ناس لما بتشوف السمك الملون وما تكونش عارفه طبعا اسماك البحر الاحمر قوي بتخاف تاكله. لا طبعا، بيقولوا ده سمك زينه. الاسماك الحمراء دي كمان من ضمن الاسماك المشهوره. تمام. في ده عندنا صدف، سمك الصدف. ده زي ما انت فاهم بقى، بيتعمل مقلي، يتعمل شوربه بيضاء، يتعمل صياديه، يتعمل طاجن. يعني الاحجام دي الناس بتاخدها تعملها ايه وتنضفها ازاي؟ دي بتتقطع، بتتسلخ وبتتقطع جزل، تتعمل بقى مقلي، طاجن، صينيه، شوربه، حسب ما اي هو الزبون يحب. بس يعني كل الانواع دي ماشيه يعني شغاله فيه؟ شغاله. اي طريقه طهي، قلي، طواجن، صواني. سعره بيتراوح من كام لكام؟ 130 ل 120 110 حسب اليوم. تمام. ده سمك رقد. السمكه دي اشمعنى السمكه دي الوحيده اللي انت قلبها على ظهرها؟ ما هي عشان السمكه دي في زبون بيشوف الشكل من هنا بيتخض منها. شبه التمساح. شبه التمساح كده. هي شكلها يخض، انما انما اكلها ايه بقى؟ لا طعمها جميل على فكره، لها زبون برضه فيعرفها بيجربها ما بينساهاش. هي طبعا مش هتتنسي ابدا، لان لو شافها قبل ما تتسلخ. وبعدين السمك ده يعني ممكن طول السنه مبطره، السمك الوحيد اللي ممكن طول السنه. والله ما شاء الله. دي لازم تتسلخ. دي لازم تتسلخ. بعد السلخ بقى بتتعمل ايه؟ بتتقطع جزء. برضه نفس طريقه شوربه، طواجن، صواني، مقلي، حسب ما يحب. وعليها طلب؟ عليها طلب، ايوه طبعا، لها زبون. من كام لكام سعرها؟ يعني من 80 ل 100. تمام. بلاميطه دي طبعا البلاميطه المعروفه، الاشهر طبعا هنا في السويس. سمكه البلاميطه، ودي بتتباع بالواحده عندنا. مش بالكيلو بالوحدة. في ناس بتسميها تونه حمراء في بعض الاسواق في اماكن تانية يعني، انما هي بلاميطه. هي هنا معروفه، الزبون عارف ان هي دي اشهر حاجه عندنا في السويس. البلاميطه ملكه العزومات. بقت بكام دلوقتي الواحده؟ يعني من 150 ل 200 حسب الحجم. كمان كانت رخيصه جدا. ما عادش في حاجه رخيصه دلوقتي الحمد لله. قول لي بقى ايه سبب غلاء اسعار السمك؟ يعني الناس بتقول لي السمك اسعاره غاليه، ده حاجه مش مبرره يعني. هو الصيادين برضه اللي بيمشي يجيبوا السمك ده بياخدوا بنزين وبياخدوا عيش وبياخدوا زيت، بياخدوا نفس الحاجات اللي احنا غلت عندنا برضه بتغلى عندهم، عشان كده السعر بيرفع. فبالتالي هم بيعلوا على الزبون طبعا. عشان التكلفه اللي هم كلفوها. التكلفه بتاعتهم بتفرق دلوقتي طبعا جامد. تمام. ده عندنا قمر الشعور. قمر الشعور. من فصيله الشعور. فصيله الشعور، بس ده سمك بسم الله ما شاء الله عليه يعني. ده بحري؟ ده بحري. مفيش منه مزارع. مفيش منه مزارع، ولا في بيجي منه مجمد. ولا مجمد. عامل كام؟ ده من 150 ل 180. تمام. دي برضه شراره؟ دي أبو شراره برضه. تمام. ده سمك اسمه ملص من فصيله العمور. في برضه بعض الناس بيقولوا عليه عمور، بيستغلوا يعني عدم فهم الشاري او الزبون. ده اسمه ملص. ده كشر فانوس وده كشر ورده. الثلاثه دول فصيله واحده. الثلاثه دول فصيله واحده. من فصيله الهامور. من فصيله الهامور زي ما انت شايف. اما بقى اللي من فصيله الناجل ده طبعا الطنط الشريفه معروف. سمكه الشريفه ومعروفه بديلها الهلالي، ده شايفينه معروفه جدا وسمكه جميله جدا في الاكل. قول لي سعرها بيتراوح من كام لكام؟ من 350 ل 450. والملص الهامور ده الكبير، الكشر ده عامل 220، الصغير عامل 180. الصغير 180 والكبير كبير 220. طبعا افضل حاجه لاكله ايه؟ ده صينيه، صينيه صوصيه. لا طبعا
صينيه. تمام. ما اللي بيتعمل شوربه الهامور. قول لنا بقى الحريت. ده حريت فرهودي. حريت فرهودي. ده مش الشعبي. لا. الشعبي التاني معروف بيبقى فيه منه الاسود وفيه منه الاخضر جامد. انما ده اعلاهم. ده اعلاهم. ده بقى يتعمل فيه في ناس بتنشفه طبعا بتاع الغردقه و اللي هو بكره. بينشفوه. والناس هنا طبعا بتعمله مقلي، بتعمله طواجن، بتعمله ثواني، بتعمله فليه. سمك بسم الله ما شاء الله عليه. منضفين منه معانا هنا برضه. هنبقى نشوف اللي انت منضفه برضه عندنا. قول لنا بقى بيتراوح سعره من كام لكام؟ من 130 ل 150. استاذنك تجيب لنا واحده متنضفه عشان نشوف لحمها من جوه عامل ازاي. شايفين الوانها جميله جدا، وطبعا اسماك البحر الاحمر معروفه بالالوان الجميله، مش سمك ابيض واسود بس. لا ده سمكه بسم الله ما شاء الله عليه. ده اللحم بتاعها. ده اللحم بتاع الحريت ده. ايه الفرق بينها وبين الحريت الشعبي؟ اللحم الحريت الشعبي عمرك ما تلاقي اللحم نفسه ده، تلاقي اللحم ازرق ازرق مش ابيض زي. ازرق. انما ده ما شاء الله لحم زي لحم الناجل. جميل جدا. الفيليه سعره بيتراوح من كام لكام؟ احنا ما بنعملش فيليه، احنا بندي كده للزبون والزبون بينضف زي كده. تمام. عندهم خدمه تنظيف لاي بقى اي نوع سمكه انتوا حابين تنضفوها ازاي؟ ده مرجان بقتل. تمام. اهو باحجامه كلها. احجام اللي انت عايزها. عامل كام؟ ده من 280 ل 300. في سمك الموسى بقى طبعا. سمك موسى ده جميل جدا. قول لنا بيتعمل ازاي؟ ده بيتسلخ وبيتعمل زبده مشوي او مقلي. شايفين السمكه مبططه ازاي؟ سبحان الله. كل وجه لون. دي غير الموسى بتاع الخليج بقى. ده بربوني بزباطي. بربوني زباطي؟ بس ده مش البلدي بتاع السويس. لا. ده بيجي منين؟ ده بيجي من بحر الاحمر بقى. ايوه بحر احمر. بس مش بتاع السويس. مش بتاع السويس. بس ما فيش فرق بين ده وبينها يعني. فين البربوني والحارد والحاجات دي بتاعت السويس؟ ما هو بتاع السويس دلوقتي انا بالنسبه لحرفه الجر بتاعه في 15/5. يعني هو كده ما فيش ولا بربوني ولا حارد بتاع السويس خلاص. خلاص كده، الناس ما تسالش ولا على حارد ولا بربوني. ولا بربوني. ان شاء الله بقى في الموسم الجاي. ان شاء الله بقى 15/9 او 1/10 حسب ما الثروه السمكيه بتحدد. او بيجي بعض الحاجات بتبقى فلايات صغيره. حاجات خفيفه. حاجات خفيفه. سعره طبعا غالي جدا يعني. حاجات خفيفه. البربوني الظباطي ده عامل كام؟ ده عامل 180. 180. الكابوريا؟ دي كابوريا ذكر بقى. ده عامله 130. دي بتاع كنال. بصي كده بقى كده غير الثانيه. مش بتلاقيها السوداء. ما شاء الله دي وجهها محمر خالص. ما هي ديت احنا بنقول عليها بتاع الكنال عشان هي فعلا بتاع الكنال، لان الزبون اللي بيجربها ما بينساهاش. طب عرفني بقى نعرف ازاي اذا كان يعني متروسه لحم ولا فضل. بصي قولي بقى. انت هتضغطي تضغطي هنا كده على الطبق ده. تيجي فاضي يعني تحتيك كده طري تعرف ان هو فاضي. في ناس بتدوس هنا كده، هنا كده ده طبعا عمره ما هيفضى. بصي. بصي كده دوسي على دي كده. دي كده فاضيه. بصي على كده دي. دي معلومه مش اي حد هيقولها لك خلي بالك. دي مليانه فعلا. ما هو مش اي حد هيقول لك المعلومه. فدايما نضغط هنا. في الحته دي بالظبط. عشان نشوف اذا كانت فاضيه ولا لا، لان حرام يعني. واغلبيه الزبون ما يشيلش الكابوريا كده، لو شالها كده يعتبر ان هو كده كده ياخد فاضي. ازيك يا عم كوريا؟ ازيك يا محمود كوريا؟ على السلامة. عم كوريا طبعا مشهور على القناة يعني عندنا. قول لنا عاملة كام؟ 130. 130. أنا بشكرك جدا، شكرا على المعلومات اللي أنت أفدتنا بيها، وربنا يوسع عليكم دايما إن شاء الله. بشكرك جدا جدا. كده يكون الجولة بتاعتنا انتهت النهاردة، ما تنسوناش بقى باللايك وكمان الشير واشتراك في القناة لو لسه بتشرفونا لأول مرة، وإن شاء الله تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.